للحديث أكثر عن هذه المبادرة بتفاصيلها معنا الشيخ معين الصح من جمعية الوئام للأعمال الخيرية. مساء الخير شيخ معين. مساء النور، هلا فيك. يعني بدأتم في بداية هذه الحملة أو هذه المبادرة بتأمين الغذاء ومن ثم الدواء إلى غرفتي الطوارئ، حدثنا أكثر. الحمد لله رب العالمين، يعني منذ بداية الأزمة اللي هي بسبب الوباء اللي انتشر بسرعة صارعنا مع الجمعيات الخيرية الموجودة في عرابة، جمعية الوئام، جمعية الغرباء، المركز الثقافي، لجنة الزكاة، صرعنا إلى إعداد الطرود الغذائية لمساعدة العائلات اللي تضررت بسبب هذا الفيروس وكثار من العمال اللي قعدوا عن الشغل. فأحد الإخوة قام بالاتصال أحد الأطباء قال لي لماذا لا نبادر أيضا بإنشاء لجنة طبية، فبالفعل استجبنا لهذا الطلب وعقدنا جلسة لمجموعة من أطباء البلد، وإحنا معروف في بلدنا يعني الحمد لله بأعداد أطباء كثر، فبادرنا إلى إنشاء هاتين الغرفتين اللي راح يكونوا إن شاء الله من أجل حالات طارئة قد تسوء، فهذا طبعا تحسبا، ونسأل الله عز وجل أن نصل إلى هذا الحال طبعا. نعم، إذا سألنا عن المكونات أو الأدوات الطبية الموجودة في غرفتي الطوارئ في عرابي، ما الذي ينقص لتكون الغرفة جاهزة 100% للتعامل مع مصاب بكورونا؟ يعني الغرف إعدادها طبعا نخبة من أطباء عرابي اللي اشتغلوا اللي خبرة، يعني كل شيء موجود في هذه الغرف إلا بس جهاز التنفس اللي للحالات الصعبة، طبعا مش راح يكون استقبال حالات صعبة فيما حدث أنه استخدمنا هذه الغرف، وطبعا ينقل إلى المستشفى. أما أجهزة الأكسجين، كل شيء، الإنفوزيا، الأدوية، كل شيء موجود في هاتين الغرفتين، وهاتين طبعا هن حالة اللي هي طبعا محاكاة إن شاء الله لإنشاء غرف أكثر إذا تطلب الأمر ذلك. يعني مبادرة مهمة، يعطيكم ألف عافية الشيخ معين الصح، شكرا لك.